بسم الله الرحمن الرحيم. إيه كمال أبو؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Thank you.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله.